السلام عليكم. بما اتخذ الله إبراهيم خليلا، معلومة ربما قد تعلمها لأول مرة ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال عبيد بن عمير: كان إبراهيم عليه السلام كريما يضيف الناس، فخرج يوما يبحث عن ضيف فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فبما اتخذني ربي خليلا؟ قال: بأنك تعطي الناس ولا تسألهم، تجود وتكرم وتعطي ولا تسأل الناس شيئا.